اوكي سبورت فين السبورت؟ سبورت ومت سبورت ومت يلا صح عدنا اليكم من جديد شاب من يلا عايز مين يا اسطى سبورت يا اسطى؟ طب تلعب بمين يا اسطى انجيج يا اسطى؟ لا قول لي اسم الشامبيون هتلاقيني نازل بيه، مالكش انت دعوه بحاجه. عندك ناتولاس ليونا. ناتولاس ليونا ماشي، انت عايز مين يا صاحبي وانا انزل لك بيه يا صاحبي؟ عايز ليونا ماشي يا صاحبي. Here we go again. هقول لك عايز ليونا خلاص صاحبي الموضوع خلص. الموضوع خلصان يا صاحبي. اديني ولا فيرست بيك يا ادي فلاش وادي نايت. يا بوي. هبند اللي مضايقك. مين بيضايقك؟ معلش بس عشان معلش عشان هي بس ايه بتتحرك كتير لا لا مش بتتحرك كتير ادي يا اسطى دي عشان السكن يا اسطى انا معيش سكنات لليونا الو بتهزروا يا اسطى لا يا اسطى في سكنات لا اصل انا في الغالب كل الشامبيون على الاقل معايا السكنايه يعني حتى لو سكنايه معفنه انت هتلعب باكزوست وانا بيجنايت عشان هيل احنا بنخش نموت اوه يا انا يا اسطى موافق يا اسطى واللي يرجع عمر هلو اجيب ايه يا صاحبي دي ودي ماشي يلا بينا يا اسطى في بس حاجه عايز اقول لك عليها يا صاحبي في حاجه بس عايز افهمك انا عليها كده بس يعني يكون عندك خلفيه انا ما بعرفش العب بليون انت اخترت يا اسطى الشامبيون انت عايزه وانا عليها يا صاحبي اللي انا نزلت لك بيه يا صاحبي يلا بينا يا اسطى ازيك يا صديقي نيفر مايند يا اسطى ارجع تاني ولا حد شاف حاجه ولا حد بحس بحاجه تعالى ولا انت عايز تيجي ولي مال اوفا كبيرة اوي استنى لك يا ركض على ركض على فاند يا عشان هو يبقى مش هركض معاك ولا ولا هو مين اداني اكزوست ليه طيب تعالى صح صح ولا ركض على فاند موتي يا اسطى الو ايوه عشان انا سايب لك الولا يا اسطى ما فيهوش اتش بي يا اسطى لا ما هو يقول لك يا اسطى هو لو انا قلت شايفه بس بجد يا اسطى ريدي ممكن انا بورت ايدي كاري يا اسطى ممكن يا اسطى تركز على البراند نركز على البراند وعهد والله يا اسطى ما هسيب لك براند طول الجيم يا اسطى a few moments later معلش يا اسطى خناقه بس بالشباب دلوقتي ابعد عنه بقى عشان هيموت منك مش للدرجات مش للدرجات خلاص يا صاحبي خلاص صاحبي اي خدمه صاحبي اللي انت عايزه غير بس طول ما انت بص افهم ازيك يا صاحبي صديق ويروك ازيك يا صاحبي مش ناوي تزورنا يا غالي بس انا عايز اقول لك اوبشن السي سي بتاعها تمام انت كل ما تعمل سي سي بشخصيه او كاركتر انا بشخص اكتر خلاص يعني انت براند خلاص شكلك فاهم يا نصه انا بقول لك ايا كان السيستم اختفى يا اسطى انا برضه توتش اختفى بس انا اخش على براند برضه للدرجه دي احنا قلت لا 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 رجع طب ما تجلنا تعالى يلا بس ولا توتش على دلوقتي مش مشكله يا اسطى تعالى بقى تعالى بس انت كتبته كده صح اي سو لا حول ولا قوه بس بص هو انا بقول لك يا اسطى بص يا اسطى انا قلت لك حاجه انا قلت لك انت اصلا احنا كويس جدا انا يا اسطى احنا جامدين جامد بفتكر يا اسطى متقلقش احنا هنطلع براند ده بره الجيم بس احنا مهمتنا النهارده ان احنا براند يخرج عن المله يا اسطى ايزي جيم ايزي لايف تعالى ولا تعالى يا ابن اللعيبه اللي بعد ولا ايه احنا هنكمل على توتش سهله بسيطه ولا ايه ايدك جنبك ولا ايه يا ابن الدبليو الو دبليو يا صاحبي انت المفروض ماكس دبليو ماكس دبليو ماشي صح بقول لك ايه ممكن بايت ما استنى بقى ليه ما تيجي تاني بقى صح ولا تعالى تعالى بس تعالى مالك يا ايه ده كده هو اللي انا هديك الحاول فين الليموتس فين ماشي ما نسيت يا اسطى هات يا اسطى الواد ده كمان يلا اوكي ما تجيبوش يا اسطى راحت الكلام منك معاك ستة صح؟ لسه هقتله بقى معاه ستة خلاص يا رب ما يشوفوني يا عم زميلك اللي معاك فين ما تجننيش يا عم يا رب ما يشوفوني خلاص كده ده بتاعنا ده يا اسطى تويتش اهو تويتش محدش يعرف ان انتوا شايفينه تعالى ولا اللي بعده ولا قلت لك احنا بص احنا زيرو ستة بس هنكسر الجيم ده ان شاء الله يعني مين اللي زيرو ستة يا اسطى؟ اتكلم عن نفسك يا اسطى
احنا لو بنا 06 هنكسب ما راح يا اسطى قوم يا اسطى انت ايدي كاري سيء يا اسطى ولا فتح في طب ولا في اي حاجه يا اسطى ولا في ايدي كاري يا عم سيب يا عم اللعبه يا عم والعب روح العب ماينكرافت مين روح يا اسطى العب كان بيلعب بلور انت يا صاحبي فين يا اسطى الناس يا اسطى خد يا علي خد يا هو خلاص هدف هنا تحت او تحت عايز براند برضه صاحبه ولا نسويتش على الواد ده هنا نخش بسرعه براند يا اسطى براند لا خلاص يا اسطى لا 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 حد تاني يا اسطى يا اسطى وز دخل على حد تاني يا اسطى ايه ده جنبك ولا ايه ده جنبك ولا قالك بلعب اللي بيلعبش بليونه ماشي يا اسطى ما بلعبش بليونه فعلا والله يا اسطى بس هي شامبيون سهل يعني بس صديقي براند ازيك يا صديقي براند تعال يا اسطى خلاص ماشي بس ما تعرفوش تعملوا حاجة يا اسطى خالص يا اسطى من غير سرعة عشان هو براند ونشوف تاني استنى بس الحوار ده تعال انا لازم اعمل كل حاجة بنفسي يا اسطى ماشي كده بقى اللي هو معاه اوت بتزعلني قوي معانا بس فيها يا لهوي ايه ده كل دول يا اسطى يا شباب والله كبرت الموضوع يا معك قلت ومعك اي ومعك حفلة ده انت ده انت سيبه يا اسطى في الاخر يموت ويقول لك انت معك حاجات وبتاع مش دعوه بقى يا صاحبي برا عني برا تعال يا عيني يا عيني تويتش انت جاي ولا ايه نظامك يا صاحبي طيب انت مش جاي ماشي تويتش حتى ما فكرش اللي هو ايه اطمن على السبورت بتاعك بقول لك هنلعب هنا لنا يعني توقف هنا ماستر ايه هو يا صاحبي هنا ده فيه ناس بلعبة هنا قلت ازا بقلت بنتك لا مش ده وتوحش هنا ما تروحش هنا روح هنا ليه بقول لك ايه وزا انت الواحد اللي معاك دي على فكرة بتدي شرط بتاعك واحد ايه من عارف اللاج قالوا اللاج يا حكومة عيل مستغل يا اسطى سعد راح تاني وانت الو يا اسطى تمام يا اسطى مش عارف يا اسطى النت ماله يا صاحبي راح فين يب تعال يا صاحبي تعال خرش تعال يا صاحبي تعال دخلت اللايف اوه سمينة بقى متفيد بقى 14-6 اوه يه على افف خد العبد لله يا اسطى بص بيفات له احد ازاي بص بيفات له احد ازاي مش ولا بيهمه وقف بص. بياخد على عين بص يا اسطى فكر ان هورو برضو فوق يلعب مش عارف ليه بلعب طوز ولا ايه ده كنت دريك نيفر ماين تعال ولا تعال الواد بتاعي يا اسطى خلاص يا ولد انا عندي تارجت يا صاحبي ان انا اجيب الواد ده نيفر ماين يا عم بقى كفايه بقى خد شيل هات يا اسطى بس كده ايوه اسيست ازيك يا صاحبي يا حركه حلوه كل حاجه دوس واحد يا ولد الواحد الايتم اللي معاك راح يا اسطى بيعمل انا دوست واحد يا اسطى شغلانه فيني بس معلش انت فين يا صاحبي بس عشان انا بعيد عنك ها ايوه عدى عليك بالمره معاك تعال يا اسطى يا عين الله يرحمك تاني يا اسطى تاني هرب مني يا اسطى كم فرق كويس يا اسطى اويل اويل طب اعمل ايه يا اويل انت رايح فين انت رايح فين انا رايح فين ايه يا اسطى انا كنت بلف ولا براند ابن براند ايه هو تويتش ويجوت انا مش قلتلي براند يا اسطى ده اول الجيم ها ايوه يا اسطى خلاص والله عندك حق ايوه والله عندك حق عقله عمل لوك خلاص والله يا اسطى لفيتلي براند ودوست عليه لقيتك بتقولي الحقني ورا انا بغرق وبتاع
انت مش ناوي تبوش يا اسطى ولا احنا ماشيين؟ احنا بنعمل ايه في الماب؟ طيب انا مش فاهم عشان كده ما لعبش سبورت اصلا. انا احنا ماشيين بص اه يلا هنروح فين بقى؟ يلا يا صاحبي يلا ممكن دريجن دريجن ايوه وبعدين بس تروح مد يا بوجوت يعني تعالى يا براند يا اسطى براند يا اسطى براند حبيبك يا اسطى براند براند يا اسطى اهو هيجيبوا لك براند اهو اهو يا صاحبي مش عارف اضرب الت الو لا لا هو ممكن اتحرك لا ده براند اللي موتني واو حكايه يقول لك ما تفكرش براند يا اسطى بس انا عشان بس في اتوكس هنا وانا طب ما تخش يا صاحبي انا جاي وراك اهو خش يعني ماشي استنى استناني بس عشان لسه بعيد بس ماشي استنى ما تحاولش بس تخش دخلات غشيمه عشان انا بدي استنى واحده والله استنى كيو الشيلدات وكل حاجة استعمل ايه طيب تاني ورو جيبهم خلاص ورو جيبهم يكون بقى هو يروكول يسطى وانا اقف مع ورو كنا ما ياخد الويب خد الويب خد الويب استنى استنى ده بتاعنا ده خلاص هاي ترندم اه مكي مات يسطى محتاج ان انا عارف انا جيت المشوار ده كله على الفاضي بس ايش تاني هات يسطى هو انت سيبا ما فهمتش ايه الدودة دي ها ايه ده هاي ازيك يا صديقي ايه يا اسطى بناش معاك اهو تسعة انا موت يا اسطى اخد الدودة يا اسطى بس احنا جبنا براند يا اسطى بص على جنب المشرق نرد على ايجنايت يابا وحش يابا وزوت يا قمر اسود انا اسطى كان ورق بيموتهم بالضحك يا اسطى بس يحصل مولد عادي يا اسطى اهلا بك في اللويل كام ايه بي 18 جي جي انو كوي وا كيتو شينجيس باريكا غا اومارو ايشي اوري تاتشي او كويتيكو